بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناخد مثال لتحديد كيفية التعرف على أطراف العملية المالية. الآن احنا اتفقنا مسبقا، انت اي مشروع في الدنيا بحاجة الى رأس مال، اي مشروع في الدنيا بحاجة الى رأس مال. يعني انا لما بدي أأسس اي مشروع إن كان لابد ان امتلك رأس مال، وهو ما يعرف برأس مال المشروع. الآن السؤال على النحو التالي: بدأت شركة القدس أو بدأ السيد محمد بإنشاء شركة سميت بشركة القدس، بدأت شركة القدس أعمالها التجارية برأس مال مقداره 40,000 دينار تم إيداعها في الصندوق. هذا صديقنا قال لك: والله أنا بدي أعمل شركة ليه؟ تجارة مواد البناء. عمل دراسة، جلس مع أصدقائه، قالوا له مشروع زيادة بيكلف 40,000 دينار. تواصل معي كمحاسب وقال لي: والله أنا بدي أبدأ في إنشاء مشروع. قلت له: المبلغ متوفر، رأس المال متوفر؟ قال لي: هيه موجود. قلت له: طيب إحنا افتراضا قبل تأسيس المشروع بدنا إيه؟ بدنا نجيب خزنة ونودع فيها المبلغ. ده نودع فيها المبلغ. الآن أنا محاسب المشروع وهو صاحب رأس المال، أعطاني الآن المبلغ، أعطاني المبلغ تمام، وأنا أودعته في الصندوق. الآن هو أعطاني المبلغ بصفة المحاسب، وكل الأموال بالمناسبة، كل الأموال المرتبطة بالمشروع بتكون من خلال المحاسب. طيب جيد، الآن أنا كمحاسب أودعت الأموال وين؟ في الصندوق. طب هذه الأموال اللي ودعت في الصندوق إيش اسمها؟ رأس مال. يبقى في عندنا رأس مال أودع في الصندوق، يبقى عندنا رأس مال أودع في الصندوق. الآن لو واحد قال لك: حدد لي طرفي العملية، أقول له بكل سهولة: رأس المال والصندوق. رأس المال هاي أطراف العملية. طب جيد جيد، يبقى رأس المال والصندوق. يبقى بدأت الشركة أعمالها برأس مال أودع في الصندوق، هي أطراف العملية. طيب السؤال الآن: مين المدين ومين الدائن؟ بدنا نتطور شوي. مين المدين ومين الدائن؟ أول قاعدة، القاعدة رقم 1 بنحفظها، تقول لك إنه رأس المال دائن. قاعدة رقم 1 بتقول رأس المال دائن. يبقى أول قاعدة في علم المحاسبة قالت لنا إنه رأس المال دائم. يبقى إذن الصندوق حيكون إيش؟ لأنه قلنا لكل عملية مالية طرفين، حددنا الطرفين اللي هو رأس المال والصندوق، حددنا طرفين رأس المال والصندوق. طيب الآن أنا كمحاسب لازم أبدأ إيش؟ أتعرف على القواعد، لأنه قلنا المحاسبة هي عبارة عن فن وعلم. الآن أنا بتكلم عن العلم، العلم بيقول لي إنه رأس المال دائم، يبقى أصبح الصندوق إيش؟ قلنا عندنا طرفين، طرف مدين وطرف دائن. الطرف الدائن رأس المال، خلاص يبقى هذا رأس المال، بس تصير هذا دائن، يبقى الصندوق حيكون إيش؟ مدين مباشر. طيب الآن حفظنا القاعدة، عرفنا كيف نحدد أطراف العملية، تمام؟ عرفنا القاعدة، عرفنا كيف نحدد أطراف العملية، وبعد ذلك نحدد مين المدين ومين الدائن. الآن لو واحد وقف هيك قال لي: طب أستاذ رامي، رأس المال إجا على شقة اليمين، على يميني. واحد اطلع زي هيك هيك على الجهاز الكمبيوتر، هيلاقي رأس المال أجا إيش؟ على شقة اليمين. وحيقول له: والصندوق أجا على شقة اليسار. بقول له: احذر من هذه الخدعة.
الآن أنا حددت الأطراف. آه أنا حددت الأطراف معاك، إنه في عندي رأس مال وفي عندي صندوق، أنا معاك حددت الأطراف، لكن القواعد، القواعد مربوطة بإيه؟ مربوطة بقوانين محاسبية بتقول لك رأس المال وين مجا؟ في السؤال. في الحل لازم يكون في الجانب الدائم، في الحل لازم يكون في الجانب الدائم. يبقى الآن لو بدي أحل السؤال بقول له رأس المال دائم والصندوق مدين، هيك الحل. اتفقنا 100%؟ طيب الله يعطيكم العافية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نكتفي بهذا القدر.